خلافات بين أطراف الحوار الوطني تدفع رباعي الحوار لتعليق الجلسة الصباحية. قضاة تونس في إضراب وطني تنديدا ببعض فصول الدستور. قفصة إضراب عام بسند احتجاجا على المماطلة والتسويف. وانطلاق الأنموذج الثاني للمجلس التأسيسي الشبابي. نشرة الأخبار من قناة الحوار التونسي، أهلا بكم. والبداية مع الحوار الوطني، حيث خيمت أجواء من التوتر على جلسة اليوم علق على إثرها رباعي الحوار الجلسة داعيا إلى لقاء عاجل مع رؤساء الأحزاب السياسية. خلافات تعود إلى بعض الإشكاليات التي تتعلق بالمصادقة على فصول الدستور التونسي، تبادلت خلالها المعارضة وحركة النهضة الاتهامات. بخضر حاجي والمزيد حول الموضوع. الرباعي الراعي للحوار الوطني يعلق جلسة الحوار بعد تبادل للاتهامات بين الفرقاء السياسيين حول تعطيل التوافقات السياسية في المسار التأسيسي والانتخابي. رفعت جلسة اليوم، ما لم يقع تداول أي موضوع، كل ما اتفقنا عليه أن الرباعي يمشي المجلس التأسيسي تو حالا، ودعوة إلى رؤساء الأحزاب حتى نتجنب شوية إشكاليات وتشنجات. حركة النهضة تتهم المعارضة بإضاعة الوقت والرجوع بالتوافقات التأسيسية إلى نقطة الصفر. للأسف قاعدين نلاحظوا أنه فما برشا تعطيل من قبل بعض أحزاب المعارضة اليوم في المجلس لتقدم مسار تأسيسي. كما تعرفوا الأصل أنه اليوم أسبوع بعد استقالة الحكومة نكون انتهينا من الدستور، ولكن قاعدين نحسوا بأن هناك رغبة في إضاعة الوقت ورغبة في فتح الباب لمراجعة كثير من التوافقات. المعارضة بدورها تتهم حركة النهضة بالانقلاب على التوافق، خاصة في باب السلطة القضائية، وتدعوها إلى الكف عن الإسقاطات في الدستور الجديد. تسيير معناها المرفق العام القضائي، الشيء اللي جرى في خصوص الفصل 103 احنا نعتبروه شكل من أشكال الانقلاب على التوافق اللي جرى سابقا، لحسن الحظ انه توقف معناها التمشي هذا، ولكن نتمناه انه في المداولات القادمه يكون ثم التزام تام بمبدا استقلاليه القضاء. يحتدم الجدل من جديد بين احزاب حاكمه تتشبث بالاسراع في الانتخابات، ومعارضه متمهله في تصفح دستور لا تزال به اخلالات. تنديدا بما أسموه محاولة ضرب استقلالية القضاء في الدستور التونسي، دخل القضاة في إضراب عن العمل يمتد على مدى أسبوع، معتبرين أن المعركة معركة شعب يدافع عن حقوقه وحرياته، وذلك خلال تحرك احتجاجي أمام المجلس الوطني التأسيسي بمساندة نقابة الصحفيين وهيئة المحامين. تابعته سعيدة طرابلسي. لا وصاية سياسية على السلطة القضائية، شعار ضمن شعارات أخرى رفعها القضاة في وقفة احتجاجية تنتهي بإضراب مفتوح حتى يستجيب النواب لمطلب هؤلاء. احنا معناتها اليوم نخوضوا التحركات القصوى هذه على خاطر ثم حاجات خطيره وخطيره جدا قاعده تحصل في مناقشه الدستور. اليوم معناتها يسقط الفصل 103 اللي كنا نعتبره الفصل هذه باش يقطع مع تسييس التعيينات القضائيه في الوظائف القضائيه العليا، الوظائف القضائيه العليا هذه اللي هي كل حكومه وقت اللي تحط يديها عليها تتحكم معناتها في كل مفاصل القضاء. محاوله تمرير تعديل باش يرجع معناتها تسمية القضاة في الوظائف العليا كما وظيفة الرئيس الأول دائرة المحاسبات ورئيس الأول المحكمة الإدارية ورئيس الأول محكمة التعقيب والفقد العام لدى وزارة العدل. المعركة هذه هي ما هيش معركة قضاة، هي معركة شعب كامل بامتياز، على خاطر اليوم الضرب راهو ما هوش في حقوق القضاة. احنا ما احناش متقدمين بمطالب ضيقة للقضاة، احنا متقدمين ندافعوا على حق شعب تونس في أنه يعيش في ظل قضاء مستقل اللي قادر يحمي حقوقه وحرياته. الوقفة عرفت مساندة هيئة المحامين ونقابة الصحفيين ومكونات المجتمع المدني. نقيبة الصحفيين ترى أن في تضامنها مع سلك القضاء ضمان لحرية الإعلام. احنا كصحافة وكنقابة نعرفوا الإعلام الحر ما ينجم يكون موجود ومتوفر إلا بأساس آخر من أسس الديمقراطية اللي هو استقلال القضاء. قدمت جمعية القضاة مقترحا من أجل تعديل الفصل 103 تضمن التخلي عن الفقرة الأخيرة التي وردت بالفصل. جمعية قضاة التونسيين قدمت مقترحاتها منذ بداية عمل لجنة القضاء الإداري والعدلي والمالي والدستوري، وقدمت لها مقترحاتها تم الأخذ بها في جوانب ولم يتم الأخذ بها في جوانب أخرى.
النائبة عن حركة النهضة فاطوم الأسود أكدت وجود عدم توافق حول هذا الفصل، غير أن ضمان حد أدنى من الرقابة على القضاة ضروري أيضا. الفصل 103 المقترح اللي موجود هو مقترح على أساس أنه التعيينات في الوظائف السامية تكون بأمر حكومي باقتراح من وزير العدل. هذا فيه جدل، راهم مش متوافقين فيه الناس الكل. دليل على هذا أنه ما تمش تمرير الفصل يعني، والفصل سقط. هذا بداية أنه الناس قاعدة الآن تتحاور حول الصيغة اللي تضمن استقلالية القضاء، ومام تون نظمن زادة فما حد أدنى من الرقابة، لأنه إذا تصفح أنت فصول الدستور ليس هناك فصل يقر ولو رقابة بسيطة السلطة القضائية. لماذا تتمسك الأطراف الحاكمة بتقييد السلطة القضائية؟ هل هو الخوف من العدالة المستقلة التي تمنع تكريس الاستبداد السياسي؟ أم هي محاولة حقيقية لضمان حد أدنى من الرقابة على سلك القضاء؟ القضاة في ولاية سوسة استجابوا لدعوة الإضراب لينفذوا وقفة احتجاجية بمساندة ممثلين عن المجتمع المدني أمام مقر محكمة الاستئناف حضرتها ليلى بالطيفة. الشعب يريد قضاء مستقل. دخل اليوم القضاة بجميع محاكم ولاية سوسة في إضراب مفتوح لمدة أسبوع احتجاجا منهم على محتوى الفصول الواردة في باب السلطة القضائية والنقاشات التي طالتها. إضراب القضاة ساندهم فيه عدد هام من المحامين ومختلف مكونات المجتمع المدني بالجهة، وذلك من خلال وقفة مساندة قاموا بها أمام محكمة الاستئناف بسوسة. نحن نحتاج في إطار تكريس الاستقلال التام للسلطة القضائية باعتبار أنه ما هو موجود إلى حد الآن، ومعناها اللي صاير توا معناها في خصوص إبداء الآراء في الفصول المتعلقة باستقلال السلطة القضائية. عندنا برشا تحفظات، عندنا برشا مؤاخذات على الفصول هذية. احنا كمجتمع مدني وكمحامين نساند القضاة في تحركاتهم الهادفة إلى فرض استقلال القضاء. الوظائف العليا في القضاء تعين باقتراح من رئيس الحكومة. هذا هو محتوى الفصل 103 الذي خلف استياء كبيرا لدى كافة القضاة. استياء كبير من الناس الكل. الفصل هذايا فضيحة، راه هذايا معناها باش يرجعنا لقبل وبإرادة منا. بربي كي تجي تقول اني الوظائف العليا في القضاء تعين باقتراح من رئيس الحكومة والكل، اش معناها؟ معناها باش نرجعوا للي كنا عليها، معناها وامامنا وعلى انظارنا حقيقيين تونس ماهمش باش يسكتوا. راه الجميع حبوا يرسي معناتها قضاء مستقل، سلطه قضائيه، دوله مؤسسات، وهذا احنا ما نحبوش. راه احنا نحبوا نشدوا مكاتبنا، نشدوا جلساتنا، نقوموا بالواجب، لكن ما يصيرش يصبر علينا المواطن التونسي حتى ولو انه ايامات يعني يمكن يتقلق شويه، لكن نحبوا نرسي نضمنوا له مستقبله، نضمنوا له الحاضر نتاعه والمستقبل نتاعه، انه يكون المستقبل يكون مستقبل مشرق، فيه سلطه قضائيه مستقله اللي تخليه يطمئن. مطالب عديدة نادى بها كافة القضاة تصب كلها في مبدأ تكريس استقلالية القضاء من أجل إرساء عدالة نزيهة وشفافة تضمن مصالح كافة المؤسسات والمواطنين. تونس بلاد العدالة، تونس بلاد القانون، تونس قوة حنا باعلو فلسفة ابن خلدون. نحبك ترجع على الأمجاد تكمل الطريق الأجداد، نحبك بلاد الحقوق مش بلاد الاستبداد. وفي قفصة رفضا لما اعتبروه تسويفا ومماطلة دخل أهالي معتمدية السند في إضراب عام مواصلة لتحركاتهم الاحتجاجية التي انطلقت منذ أسبوعين. إضراب أغلقت خلاله المؤسسات العمومية والخاصة أبوابها، وخرج خلاله المواطنون في مسيرة احتجاجية. مواكبة لهذه الأحداث مع رياض الحدوري. للأسبوع الثاني على التوالي تتواصل الاحتجاجات بمعتمدية السند. إضراب عام عاشت على وقعه المدينة، كان مشفوعا بمسيرة سلمية جدد من خلالها الأهالي تأكيدهم التمسك بحق التشغيل. نحب حلول عاجلة في التشغيل بريمو، على خاطر عباد ما نحكي لكش معناه، قالك أخوي خدمني، أنا مانيش لا طالب لغناء لا حد شيء، طالب نخدم على روحي وخوي تلفتونا نحن للتنمية. مفاوضات مع السلطة الجهوية قادتها مجموعة من الشباب المعطلين عن العمل والمعتصمين أخيرا على خلفية نتائج شركة البيئة والغراسة، لم ترضيهم معتبرينها ضربا من المماطلة والتسويف. المجموعة من المعتصمين كمشوا للوالي مشوا يتفاوضوا معاه، قدروا أنهم يقدموا له حلول،
لكن الحقيقة راهو أنه تواصل معناها المماطلة والتسويف. هاي الحلول يا سيد الوالي، أنت ها واخد مع روحك. إيش قال؟ قال هاي فما القروض تاع مليون ولا زوز ملايين، ها ودي يحب يحل نصبه ويحل الحانوت يجي يخدم على روحه. حتى المبادرات التي تقدموا بها مرارا لم تلقى التجاوب من الطرف المقابل، في جهة ينتظر أهلها الدعم والتشجيع حتى يتجاوزوا صعوبة واقعهم. خاطر الحمد لله نحن ربي عطينا قال الموارد الطبيعية وعطينا طاقات كلك سواء فكرية ولا جسدية، شنو يفقروا فينا ويهمشوا فينا، لخذينا حقنا في التشغيل لا في التنمية. حراك سلمي متواصل قد يأخذ أشكالا تصعيدية أخرى لجهة من فكت ترتفع فيها أعداد المعطلين عن العمل من خريجي الجامعات وغيرهم. رانا مواصلين في التصعيد بالنسبة للسكة الحديدية من المستحيلات السبعة، لو كان على رقابنا السكة، لو كانت تعدى على رقابنا راهو مثلنا مسلمين في السكة إلا ما وصلوا الجميع المطالب. والتحركات في قادم الايام راهي اذا كان اقتضاها معناها انه نحن بالنسبه نحن النجم راهو انه نجم يكون تحركات يوميه من اجل انه الشباب يفتك حقوقه ايمانا منا بان الحقوق تفتك ولا تهدى. المسيره جمعت كافه الاعمار والاجناس، والمطلب وحيد التشغيل بعيدا عن الحلول الترقيعيه التي لابد ان تراعي الحالات الاجتماعيه الى جانب الواقعيه والشفافيه في كل القطاعات. أجواء من التوتر سيطرت على مؤتمر الاتحاد الجهوي للشغل بالقصرين بعد محاولة عدد من المعطلين عن العمل ومن عمال الحظائر لقاء الأمين العام للمنظمة الشغيلة حسين العباسي، رافعين شعارات مطالبة بحقهم في التشغيل وفي تسوية وضعيتهم. أكثر تفاصيل مع ثريا القسمي. انعقد اليوم المؤتمر العاجل للاتحاد الجهوي للشغل بالقصرين لتجديد أعضاء مكتبه التنفيذي، وذلك بحضور الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي وعدد من أعضاء المكاتب التنفيذية للاتحاد من مختلف الولايات الأخرى وبحضور العشرات من المواطنين. اليوم هو يوم المؤتمر لتجديد المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بالقصرين باعتبار وأني دورته النيابية انتهت. طبيعي جدا المؤتمر هذا هو معناها يندرج كما قلت ضمن تجديد المكتب التنفيذي اللي يتكون من 9 أعضاء ينتخبوه أعضاء نيابات من النقابات الأساسية النقابات القاعدية وتكون على قاعدة عدد المنخرطين. مؤتمرنا اليوم فيه 113 نائب باش يتشكل عنه المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بالقصرين. تواصل تهميش ولاية القصرين بعد 3 سنوات من الثورة هو ما أجمع عليه ممثلي الاتحاد العام التونسي للشغل خلال هذا المؤتمر الذي شهد احتجاجات الحاضرين. هذه الجهة لم يتوجه إليها المستثمرون، هذه الجهة لم تنل حظها أيضا من سياسة الحكومات المتعاقبة، لم تنل أيضا حظها في الفترة ما بعد الثورة. احتجاجات طبيعية، بون ثم اللي يتصور اللي الحل عند الاتحاد وبالتالي جاء كان يطالب بالتشغيل، وثم اللي جاء غاضب على الاتحاد لأنه ربما الاتحاد قصر في جزء من مهامه وما لعبش دوره كامل خاصة في هذه الجهة هذه اللي فيها كثير من التهميش. غضب مفهوم طبيعي جدا وما نجمو نتفاعلوا معي بإيجابيا، والرسالة كانت قوية وصلت للناس أنه القصرين مهمشة وأنها لن تسكت بعد اليوم والاتحاد معها. رسالة توجه بها الأمين العام للاتحاد من أرض الشهداء إلى رئيس الحكومة مهدي جمعة، فأحواها ضرورة إعادة النظر في التعيينات الحزبية في كل جهات الجمهورية. يجب عليه أيضا أن يتخذ بعض الإجراءات العاجلة على المستوى الاجتماعي وأيضا على المستوى الأمني، وبطبيعة الحال عنده مهمة أيضا لأنه في عهده هو آخر الفترة متاعه باش تكون تشهد العملية الانتخابية التي نتماها أن تكون شفافة ونزيهة وديمقراطية، وهذه ما تنجمش تتوفر إلا بجملة من الإجراءات، لعل الإجراءات المطالب بها هو كرئيس حكومة هي مراجعة التعيينات وخاصة في كل ما له علاقة بالعملية الانتخابية من مراجعة التسميات في الولايات في المعتمدين في العمد في البلديات في الكتاب العامين للبلديات، ويلزم أيضا
وجب علي اتخاذ إجراءات في إلغاء رابطات حماية الثورة. مؤتمر شهد احتجاجات عارمة من قبل المواطنين الحاضرين وتواجد أمني مكثف مطالبين بالتشغيل والتنمية بعد تواصل تهميش الجهة وارتفاع نسب البطالة والفقر وانعدام المشاريع التنموية. تسوية الوضعيات المهنية كانت هي أيضا ما طالب عمال الحظائر ببلدية سيدي بوزيت الذين دخلوا اليوم في إضراب مفتوح عن العمل. التقرير لنور الدين السعيدي. أمام المستودع البلدي تجمع عمالة حظائر أسطول النظافة لبلدية سيدي بوزيت، تجمعوا معلنين دخولهم في إضراب مفتوح من أجل تحقيق عديد المطالب المهنية والتي من أهمها الترسيم. نخدم في الحظائر دز برك بالبرويتة عنده اخدم مهام لي ما نعرفش حتى واحد مسؤول نعرف كده حتى شهريه تجيني ناقص حتى شهريه تجيني ناقص خوينا نحب نوصل ميساج شكون المسؤول لهنا يقول لي يا خويا راك تخدم تابع بلديه تابع الاداره تابع الاداره ولايه سيدي بوزيد بلديه سيدي بوزيد ما عندهمش لا معدات لا جواندواتات لا راتويت لا ما فما حد شيء يخدموا مساكين هكاك اللي يجي يتكلم اللي يجي يتكلم يقولوا له برا على جنب انت اللي انت اللي شعلتها انت اللي باقي تعمل في فتنه في البارك هذا لا جورني باهي تو نعيش بيه روحي ونعيش بيه صغاري اربع صغار صاحبي اربع صغار 240 ايش باش تعمل لي نحن قاعدين نطالبوا بابسط حقوق ترسيم ما حش عندنا عمار سي ناس فات عمارها شكون وقتاش باش نبنوا وقتاش باش نعرسوا وقتاش باش نكونوا حياتنا سي فات فينا ونحن طالبين من المسؤول الكبير هو شنو يا الوالي اي واحد يجينا نحكم معاه يعطينا اي كلمه نمشي ناخذ ونعطوا معاه شنو نحكم معاهم ما ثم حتى شيء لا ترسيب لا حتى شيء. مطالب كان هذا رد الكاتب العام لبلديه سيدي بوزيد والطرف النقابي عليها. عماله بلديه سيدي بوزيد ما عندهمش نقص في الموضوع هذا بل اللي يتمتعوا به عماله بلديه سيدي بوزيد تتمتعش به بلديات اخرى والنقابة البلدية في الموضوع هذا قائمة بواجبها في الكوتيه في خصوص ترسيم عمالة الحظائر اللي هما توا داخلين في جراف راهو يتجاوز بلدية سيدي بوزيد راهو عندي أنا راهو من أنظار وزارة التنمية اللي هي قاعدة تخلص فيه معناها إذا كانت تقع مفاوضات ما تقعش مع بلدية سيدي بوزيد تقع مع المؤسسة أو الوزارة اللي تخلص فيه اللي هي وزارة التنمية. ليه هذا حق كل فرد في تونس من حقه الترسيم ومن حقه الانتداب ومن حقه هذا ما لا مجال فيه للشك هذايا ولكن انا عندنا نحن كنقابة ثم طرق قانونية نخذوها معناها فهمتني ولا ثم حوار ثم جلسة عمل من بعدها لما ما نوصلوش للحوار نوصلوا للاضراب اما نحن في كل الحالات لابد من مساندتهم في الاضراب. عمل أسطول النظافة للبلدية توقف على خلفية الإضراب بينما يتمسك عمالة الحظائر بإضرابهم خاصة وأن مطالبهم تبقى عالقة. عمال الحظائر والآلية وعمال المناولة بتونس العاصمة أكدوا اليوم رفضهم للاتفاقية المبرمة بين المنظمة الشغيلة والوزارة معتبرين أنها لا تستجيب لتطلعاتهم وذلك خلال وقفة احتجاجية أمام وزارة التكوين المهني والتشغيل واكبتها نبيها طرابلسي. انتداب مباشر للأمور والحظائر جاءوا من مختلف ولايات الجمهورية ليتجمعوا هنا أمام مقر وزارة التكوين المهني والتشغيل هم عملة الحظائر والآلية 16 وقفوا صفا واحدا للتنديد بالاتفاقية المبرمة بين وزارة التشغيل والاتحاد العام التونسي للشغل اتفاقية أكد المحتجون أنها لا تستجيب لتطلعاتهم. الأرقام هي متطابقة مع اللي اتفقنا عليه سابقا ملي 4000 ولا 2000 والأرقام مثلا هي فيها لعبة كبيرة واكثر من هذا معناها اللي باش يقع استيعابه بالسنة سواء حاملي شهادة الجامعية والا غير حاملي شهادة الجامعية الباقيين يبقوا مهمشين في الآلية 16 مدة 5 سنين واكثر من هذا يزيد يقع انتدابهم توا اولا ساعة مترابسين ووقتين معناها فما امكانية للتلعبية. الاتفاقية ذي كان معناها غياب اهم مقياس فيها اللي هو الحالات الاجتماعية وأصحاب الإعاقة. تعالت أصواتهم مطالبة بمراجعة هذه الاتفاقية
ومنادية بتحقيق جملة من المطالب بعضها مهنية والأخرى مادية، مطالب قوبلت في أحيان عدة بالتجاهل. أهم المطالب هو المراجعة في الاتفاقية اللي صارت من طرف واحد ما لا يمت بسيلة للقطاعات هذي اللي هو الاتحاد العام. احنا ميهمناش، احنا نطالب بتشريكنا في الامضاء في الاتفاقيات هذي، ونطلب الانتداب المباشر بالنسبة للآلية والحظائر، فهمت، والمعطلين على العمل. نحب ناس يشوفونا، ناس يعبرونا انتداب سوء وضعيتنا وتوقيت العمل يرجعونا فيه، والاجور رجعونا فيها. احنا 240,000 خدمه، 240,000 عندنا عائلات اخت باش تموت. وراسلنا سيد الوزير التشغيل في عديد المرات وقام بتجهيلنا. عماله الحظائر والاليه 16 دعوا سلطه الاشراف الى ضروره فتح ابواب التفاوض والحوار معهم، مهددين بالتصعيد في حال عدم الاستجابه لمطالبهم. في جابس تسبب الاعتصام المفتوح الذي ينفذه عدد من المعطلين عن العمل بشنتش المنارة في توقف أشغال أحد المشاريع الكبرى بالجهة. معطلون عن العمل طالبوا بحقهم في الانتداب صلب هذا المشروع. زهور المرزوقي أعدت النقل التالي. تتعطل الأشغال لليوم الرابع على التوالي بمشروع الفضاء التجاري كارفور، حيث يعتصم شباب منطقة شنتش المنارة مطالبين بإدماجهم صلب المؤسسة، خاصة وأنهم تلقوا وعودا صريحة ومباشرة من مديرها العام. توزيع كارفور كافت الهموم الانتزاب بتدابهم عن قصد إدماجهم في نقطة البيع تابعة جهة جابس، اللي هو احنا مالين بالعام كان وعد صريح، وهذا التنفوطة هو تصحاحة. مشان الولاية ساعة ضم التواصيل اللي احنا بعثنا للكربون هذا متوصيل مطار، وهذا هو انسان طالب، هذا مطلب بعثناه للولاية انا بالكشيم اللطف، وقابلنا المعتمد الاول برشا مرات فهمتي، وعدونا لكن كل المعتمد قال لك ما عندي كل كلام المعتمد كما قال لك راهو نخليك في المحلول. معتمد جابس الجنوبية يتبنى بدوره القضية ويعد بالتدخل خاصة لفائدة الحالات الأكيدة. الوعد هذا يعني حملته الإدارة متاع شركة كارفور، إن شاء الله توعد توفي بوعدها، وإحنا في الخضم هذا قاعدين نعمل في اتصالات وفي محاولات مع الشركة مع الإدارة، ينجم ممكن حتى نتصلوا كان فما إمكانية مع المولى المشروع مع صاحب المشروع المستثمر في إمكانية، وأنه نظر في هالوضعية هذه وأنه راهم الناس عندهم الأحقية، يقولوا أنه شباب حي المنارة عنده الأولوية، كيفاش عنده الأولوية وأنه هذا في منطقته مشروع، يعني حتى المستثمر احنا كيف نحكي معاه على أساس باش نشجعوه وأنه ينتدب من حي المنارة، على أساس وأنه راهو حتى نفع اللي هو كصاحب مشروع أنه راهو الشخص اللي يبدأ متواجد باش نبني المشروع راهو يفيدك ما يغيبلكش، وراهو حتى في دو بوان دو في كاسيتي والنجاعة راهو إنسان معناتها اللي يبدأ قريب يسكن غادي، معناتها برشا إشكاليات تتحل المشكلة من الإنسان اللي يجيك يتنقل. يتمسك شباب شنتش بحقهم في الانتداب في هذا الفضاء التجاري كفرصة قلما تتوفر في جهة محرومة تنمويا. شيء عباد يا تفدد، عباد قلت، عباد ملت راهي من الحياة هذه، عباد مش لاقي مذاكر. وإلى صفاقس التي عاشت يوم غضب لموظفي وأعوان الولاية الذين استنكروا ما اعتبروه نقلة تعسفية بحق عدد من زملائهم. الأعوان اجتمعوا بمقر الاتحاد الجهوي للشغل وطلبوا برحيل الوالي وبمراجعة هذا القرار. المزيد مع غازي بن عليا. عاد مناخ التوتر والاحتقان ليلقي بظلاله على أجواء سير العمل بمقر ولاية صفاقس بعد دخول الأعوان والموظفين في حركة احتجاجية بداية من اليوم الأربعاء 15 جانفي على خلفية قرارات اتخذها والي الجهة مؤخرا تقضي بنقلة عونين دون موجب قانوني وتقديمه لشكوى في حق أحد الأعوان لأسباب مجهولة. زوز وليدات نقلوهم نقلة تعسفية بدون مبرر في ساعة متأخرة من الليل، بعد النقل هذه قلنا باه يا خويا عفا الله عما سلفت ونشوفوا كيفاش نركحوا الوضع وندخلوا في جلسة ويتراجع على القرارات اللي خذاها ويلتزم بمحضر جلسة. ما رأنا غدوة الحي كان خونا نادر معتوق تجيه استدعاء من فرقة الأبحاث والتفتيش، ما فاده أنه تهجم على كاتب عام الولاية في بيروه وسمعوا الكلام وسبوا
ومن بعد نزيدوا نسمعوا حاجه اخرى انه شاكي باعضاء النقابه ما نعرفوش لحد الان شنو هي شكايه باعضاء النقابه. الخيان معناها حب يقصنا من الشهريه نتاعهم، علاش قالوا ما جاوش للخدمه في حين هم متواجدين معانا في العمل نتاعهم، معناها باش تشوف الطريقه التعسفيه. وخلال تجمع انتظم اليوم بمقر الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس، اعتبر موظفو الولايه هذه القرارات تنكر للاتفاقيات المبرمه بين نقابتهم ووالي الجهه التي تنص على اعتماد أسلوب الحوار لفض الإشكاليات والالتزام بعدم تتبع أعوال الولاية إداريا وقضائيا على أثر الحركة الاحتجاجية التي نفذوها خلال شهر نوفمبر الفارط للمطالبة بالتراجع عن التعيينات التي أجراها الوالي على مستوى رؤساء بعض المصالح. عيننا والي كاتب عام ولاية كان مجمد في ولاية المسير واتخذه عصا غليظة ليضرب الأعوان والنقابيين، والوالي هذا دائما غائب عن مقر الولاية بشهادة الموظفين والمواطنين، ونطالب برحيله وبرحيل كاتب عام الولاية، وهذا مطلب الأعوان والنقابيين وأهالي الجهة، وذلك يدل على أننا نرفض العمل مع ولاة يستعملون أساليب النظام السابق في قمع الموظفين دون مشاورة النقابيين حسب محض الاتفاق الذي أمضى عليه الوالي شخصيا. في كل المشاكل اللي صارت في الجهة ولا حتى في سير الأيام الوالي غير متواجد وليس له علاقة بصفاقس. الغياب المتكرر للوالي عن مكتبه وما سببه من تعطل لمصالح بعض المواطنين زاد في توتير الأجواء داخل مقر الولاية على حد تعبير الموظفين الذين ظلوا يتحملون وحدهم تذمر المواطنين نتيجة عدم اكتراث المسؤول الأول عن الجهة بمشاغلهم ومطالبهم. في مقر الاتحاد الشغل بسوسة دخل عدد من عمال السياحة الموسميين في إضراب جوع استنكارا للمظلمة التي تعرضوا إليها على حد تعبيرهم. ده احنا دخلنا تو في إضراب جوع باش يعطونا المنحة نتاعنا بعد 3 سنين نضال تصبح حق مكتسب باش يرجعونا نخدموا عمل القار وباش سيستم الصغل يخلص عنا 8 زملاء تو خلصهم. احنا قررنا نوضع حد للدار هذه ومش نوضع له حد بأي شكل بأي طريقة وكانت، مش نضحيوا ببدناتنا، كان لازمش نضحيوا ببدناتنا واكثر من بدناتنا. هذوما ناس تضرب هنا على خبز صغار، ناس صغار هملت، ناس صغار طردت من القرايه، ناس مش لا فما شكون مشوف الطلاق، فما شكون بنته مريضه عندها جمعه مش قاش بشري الدواء. هذا هو الموضوع نتاعنا مختصر بسيط. قانون البلاد هذه فما قانون الشغل هذاك، كيما تجيب لك الحاكم باش تخرج لي قانون هذاك طبقوا على قوي، وكيف كيف هذيك مواصفات السياحه هذيك قانون يطبق الناس كل تخدم ولا باس. أكد اليوم المراقبون وأعضاء مكاتب الاقتراع المتعاقدون مع هيئة الانتخابات السابقة على أحقيتهم في الانتداب صلب الهيئة الجديدة، وذلك خلال تحرك احتجاجي تابعه منتصر الأسودي. محتجون قدموا من كل صوب وحدب للمطالبة بإلحاقهم في هيئة شفيق صرصار التي أسالت لعاب الكثير من السياسيين، وحذروا الأحزاب والمسؤولين الحكوميين من مغبة التلاعب بالانتدابات والتعيينات أو التفكير في تغييب حقهم، الشيء الذي يعود بالوبال على كافة الأطراف المتداخلة في العملية الانتخابية على حد قولهم. جينا باش نطالبوا يعني رئيس الهيئة الجديد سي شفيق صرصار بالأولوية المطلقة في الانتداب بحكم يعني خبرتنا والناس الكل يعني والعالم العربي الكل والعالم الكل شهد لنا يعني بالنزاهة نتاعنا والحيادية نتاعنا، يعني جينا باش نوصلوا صوتنا ونأكدوا بصراحة يعني باش نسلموا في حقنا. والناس كلها خدمنا باستقلالية، والناس كلها معناتها تعبنا فيها اللي زي هذه وخدمنا فيها وقت اللي ما حب حتى واحد يخدم فيه، طوي يحبوا معناتها يجيبوا ما كل حزب يحط جماعته باش يحاولوا الناس الكل كل واحد يحب يتلم على الانتخابات. أعوان الهيئة السابقة اشتكوا ضعف حالهم وقلة حيلتهم نظرا لما يمرون به من ظروف اجتماعية قاسية جعلت الكثير منهم ينظرون إلى الهيئة بمثابة طوق النجاة الوحيد لانتشالهم من بوتقة الفقر والبطالة. احنا نحبوا الانتداب لا غير، احنا الانتداب لا غير، احنا ثم اللي عنده 14 عام عطل العمل و15 عام وخدم في الهيئه وتعب، واللي قبله واللي قبله الناس كلها تخدم، ولهذا نطلب منكم الفضل ما نحبوا حتى شخص يتدخل فينا، احنا ناس مستقلون. المحتجون هددوا بالتصعيد وخوض كافه الاشكال النضاليه لافتكاك حقهم في التشغيل مهما كلفهم الامر. عملنا معناتها اعتصامات، توقفت احتجاجيه عامين ونص ونحن لهنا مطيشين في الباركينج للشتاء والمطر وكل شيء، حتى واحد ما حب لا يجي لا يتفاوض معانا. اليوم جايين لهنا يا ما فيها نروحوا بنتيجه، يا ما فيها رانا ماناش مروحين الناس الكل، يا يقتلونا في اللي يزي لهنا فهمتني، يا يخدمونا لاندي دو. بعد الولاده العسيره لهيئه الانتخابات
تصطدم مرة أخرى بتحد من نوع آخر، فهل ينجح صرصار في الإبحار بسفينة الهيئة إلى شاطئ الأمان؟ المشاركون في الوقفة الاحتجاجية الدورية شكري شكون قتلو أكدوا اليوم على تمسكهم بمعرفة حقيقة اغتيال الشهيدين بالعيد والبراهمي، مشيرين إلى ضرورة التزام الحكومة القادمة بخارطة الطريق. ولو كان سي مهدي جمعة يمتثل إلى خارطة الطريق فهو باش يكون أداؤه جيد والناس كلها باش تساندوا، ووقتها نحن متأكدين أن باش نوصل للحقيقة، وإذا كان حاد عن ذلك طبعا باش نعمله بنفس الأسلوب وباش يجيوا ضده ونشهروا به كما شهرنا بغيره. نأمل أنها تكون حكومة محايدة بالفعل، نأمل أن وزير الداخلية يكون وزير محايد بالفعل، لأنه بالنسبة لنا احنا في علاقة باغتيال شكري بالعيد تغيير وزير الداخلية وانكباب وزارة الداخلية على معرفة الحقيقة مهم جدا، عامل زادة مفصلي في معرفة الحقيقة. إن شاء الله كل الوزراء يكونوا وزراء محايدين، ولو كانوا وصلنا لهذه وصلنا إلى تنفيذ خارطة الطريق بحذافيرها إن شاء الله نكونوا خرجنا من مأزق كبير من أجل بدء بناء دولة ديمقراطية ودولة حرة. هذا وأشارت عائلة الشهيد شكري بالعيد إلى استعدادها لإحياء ذكراه الأولى في السادس من فيفري المقبل. التحضيرات للسنوية، هناك لجان مكلفة، لجان مختصة، ناس مختصين كلهم في ميدانها سواء في الفن أو في الثقافة أو في السياسة، وكل لجنة تحضر، وإن شاء الله باش يكون احتفال على مستوى حجم وهامة وقامة شكري بالعيد. هو الأنموذج الثاني للمجلس التأسيسي الشباب الذي يمثل ملتقا بين الشباب وبين السياسيين وممثلي الحكومة، انطلق اليوم بمقر وزارة حقوق الإنسان بالعاصمة ليمتد على 3 أيام. يعني ما نلاحظه لا يوجد أي معناها إصلاح حقيقي معناها للشباب، لا تفعيل حقيقي للشباب، مع أن الفصل 8 في الدستور يقول أن الشباب قوة فاعلة، لكن مجرد بصراحة العبارة مجرد كلام. تشريك الشباب في الحياة السياسية، وحسب ما قمنا به هناك عزوف نوعا ما عن الشباب في المشاركة في الحياة الجماعية أو السياسية، وهم معنى لا يساعد خاصة نحن قادمون على مرحلة انتخابية، معناها إذا كانت نوعا ما 3 سنوات التي مرت بعد الثورة. تعددت وسائل الإعلام الخاصة في تونس وتعددت الإيديولوجيات والسياسات التحريرية لتبرز منذ سنة على الساحة الإعلامية إذاعة أم أف أم التي احتفلت أمس بعيدها الأول. فلذا هذه أضافت الكثير في المشهد الإعلامي في منطقة الوسط والساحل بصفة عامة، وحتى على المستوى الافتراضي وصلت البرشة بلايس والحمد لله. مؤمنين بأن الإعلام من أجل الإعلام، بدون أجندة سياسية، بدون أجندة حزبية، بدون أي شعارات فضفاضة، وبدون شعبوية كذلك، لأنه أغرقت بعض وسائل الإعلام المدة هذه في الشعبوية. فإحنا ماشيين إن شاء الله شدين في الخط متاعنا، ماشيين نحو أنه نقدموا رسالة مفيدة للدولة وللمجتمع. فكل ما يجيبونا فكره جديده من الشباب الطاقم العامل معنا لهنا، كل ما احنا نرحبوا بالفكره هذه كان قابله للتنفيذ وكان ممكن تتبلور اعلاميا، فاحنا نقدموها على مستوى الاذاعه نتاعنا. فديما عندنا جديد، مش ملتزمين حتى شبكه برامج، ماناش محنطين نغيروا وقت اللي نشوفوا انه التغيير ضروري، ونبقي على ما هو سليم. في ختام النشره مشاهدينا تذكير بابرز ما جاء فيها. خلافات بين أطراف الحوار الوطني تدفع رباعي الحوار لتعليق الجلسة الصباحية. قضاة تونس في إضراب وطني تنديدا ببعض فصول الدستور. قفصة إضراب عام بسند احتجاجا على المماطلة والتسويف. وانطلاق الأنموذج الثاني للمجلس التأسيسي الشبابي. نهاية هذا الموعد الإخباري، نشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.